ishmayu waro abu wabru ruhu qadishu hadalu shariru باسم اللجنة الأسقفية عدالة وسلام ورئيسها صاحب السيادة المطران شكر الله نبيل الحج، وباسمي الخاص كرئيس للجنة المنظمة لرحلة حج أيقونة العائلة المقدسة للمشيئة الإلهية في لبنان، نشكر غبطة أبينا البطريرك مرغناطيوس يوسف الثالث يونان بطريرك السريان الأنطاكي على ترأسه ذبيحة انطلاق حج الأيقونة في المناطق اللبنانية، كما نشكر محطة تيليلوميير ونور سات على النقل المباشر. هذه الأيقونة كتبها خصيصاً للعائلة المقدسة الأب سمير روحانا كاهن رعية الروم الكاثوليك في جمر الكرمل، وهي مرصعة بذخيرة من بازيليك البشارة، وتمثل لوحة لعائلة الناصرة المقدسة التي تقع فوق مذبح كنيسة القديس يوسف في الناصرة حيث كان منزل النجار بحسب التقليد. تحمل الأيقونة في طياتها دائما رسالة خلاصية. أيقونة العائلة المقدسة لم تكن أسرة مكونة بالجسد، هي عائلة جمعتها العناية الإلهية من أجل إنجاز المسيح لعمله الخلاصي لافتداء الجنس البشري. نرى في الأيقونة العذراء مريم تنظر إلى بعيد، ملامح وجهها حزينة فهي ترى آلام ابنها، ترى الصلب، ولكنها تستقبل في يد مشيئة الله كاملة، وتشير في اليد الأخرى إلى الطريق يسوع المسيح، هو الطريق والحق والحياة. وتلبس الأموفوريوم الأحمر القاتم لباسا يغطي الرأس والكتفين، يرمز إلى الإنسانية المتألمة وإلى محبة المسيح. الثوب الأزرق يرمز إلى كونها إنسانة بطبيعتها، ورمز المعرفة التي لا تدرك بالعقل ولكن بالقلب. ونرى ثلاث نجوم على كتفيها والرأس، وهي تدل على أنها هي بتول قبل الولادة، في الولادة وبعد الولادة. أما يوسف فيلبس الثوب البني الذي يرمز إلى الأرض، والثوب الأخضر الذي يرمز إلى التجديد وإلى الطبيعة البشرية. القديس يوسف هو حارث هذه العائلة، وفي الأيقونة نراه يضع يده على صدره إذ يأخذ على عاتقه المسؤولية بالحراسة وبالعمل كنجار بأمانة لتعيش هذه العائلة بكرامة. في اليد الأخرى يمسك يوسف العصا، وفي ذلك دلالة على أنه كونه المسؤول عن كل ما يحدث لهذه العائلة، وهو يحميها ويبعد كل شر عنها حتى بهروبه إلى مصر. هو ذلك الشخص الذي يطيع دائما إرادة الله ومشروعه الخلاصي.
يلبس يسوع المسيح لباس البالغين رمز السلطة والقوة والجبروت، يلبس الثوب الأحمر كالأباطرة رمز الألوهية، واللون الأزرق حصل عليه من الطبيعة البشرية. في يده اليمنى يبارك ويشير إلى الثالوث الأقدس الآب والابن والروح القدس، وإلى الطبيعتين البشرية والإلهية. وفي يده الأخرى وبكل حنان يمسك الكرة الأرضية يضعها على صدره عند قلبه، فكل همه خلاص البشرية، والكرة الأرضية مكللة بتاج المجد الذي حصلنا عليه بصليبه، فقد غسلنا بدمه الثمين. ونرى الأفواه مغلقة تدعونا إلى الصمت، إلى التأمل، دعوة للصلاة من أجل السلام في العالم وخاصة في الشرق الأوسط. تحثنا الكنيسة اليوم إلى الوعي والمسؤولية، وتجعلنا ننظر إلى الأمام، فالأجيال التي ستتولى المسؤولية في المستقبل ستعتمد على الموارد الروحية والأخلاقية التي تتلقاها اليوم، ولا سيما في العائلة. لذا من الضروري أن نأخذ هذه المهمة الرسولية على محمل الجد، وليبدأ كل منا بأسرته. لنسعى جميعا أحبائي أن نكون ملحا لأرضنا، وأن نعطي طعما ومعنى لحياتنا الاجتماعية، ونساهم في بناء الخير العام وفقا لمبادئ تعليم الكنيسة الاجتماعي. ولتتبارك مناطقنا وضياعنا وشوارعنا وعائلاتنا من رحلة الحج لهذه الأيقونة المباركة. أيتها العائلة المقدسة، يسوع ومريم ويوسف، إننا نضع بثقة صلاتنا هذه مع تكريس شركنا بين أيديكم، وللثالوث الأقدس الشكر والحمد. آمين. شبحوا لابو لبرو والروح قديشو وليل محيل وحاطو رحمة وحنونو نشتفون بتريهن علم العلم والمين. آمين. أهلنا أيها الرب الإله مبدع البرايا بأسرها، أن نقرب لك هذه الذبيحة فنشكرك على نعمك التي أفضتها علينا. احفظنا بعنايتك واسترنا في ظل كنفك، وأنرنا بضياء ابنك الوحيد، واهدنا بمواهب روحك القدوس إلى طريق الحق، فتتجدد قلوبنا بك، ونرفع لك المجد ولابنك الوحيد ولروحك القدوس. أوشو وبخل زبان والعلم علمي. آمين. صلوا لأجلنا إخوتنا وأخواتنا. نيسون سابر جبريل خونو نحزينا مولود خيالو شبي حد من أبو فيرو ويهود من مريم دخل من بريوتو وكناي حايد العلا قديشون يوم دشومه بالعام وسبرو عايش دار لابو لابرو حبيبو وملخ عم نوشو زمرين
سمي مدي حطيوثو بصلوث ايمو ديلتوخ وادخلهن قادي شيك ايرا مرمخ مرملكو يحيدويو بروملت دابوش مايونو اودي ثوبخيوني لو مو يو كل حين. وأيضا أقول افرحوا وليعرف اتضاعكم لدى الجميع، فإن ربنا قريب. لا تهتموا لشيء، بل لتعرف طلباتكم لدى الله بالصلاة والتضرع والشكر في كل حين. وسلام الله الذي يفوق كل فهم يحفظ قلوبكم وعقولكم بيسوع المسيح. الآن يا إخوتي، فلتكن أفكاركم في الخصال والصفات الحميدة، الصدق والعفاف والبر والنقاوة والصفات المحبوبة والممدوحة والأعمال الحميدة والمشكورة، تلك التي تعلمتموها وقبلتموها وسمعتموها ورأيتموها فيا، فبها اعملوا. وإله السلام يكون معكم، والتسبيح لله دائما. Hallelujah, hallelujah.
مشافر عمش اليوم ودحلتن خفوتن صوتن شمع لسبرتو دميلي حيوتو داوين قليون قادي شد مراني شوم شيحو تقري علي الشولا مريوان شلوم الخلخون والروح بارخ مور اوينجليون قادي شد موران يشو عمشيحو سبرتو محيونيتو من لوكم سبرون ودم سابر حي فرقون العلمو دبرون وثيد موران والون فروقون الان يشو عمشي حمل ثوت حي الو ثد باسر ممثل تقادشتو مريم اولين دين اخان هوي هي مينا مودينا بارخ مور ولما أتموا كل شيء كناموس الرب رجعوا إلى الجليل إلى مدينتهم الناصرة فأما الطفل فكان ينمو ويتقوى بالروح القدس ويمتلئ حكمة وكانت نعمة الله عليه وكان أبواه يمضيان إلى أورشليم كل سنة في عيد الفصح ولما بلغ 12 سنة صعدوا كعادتهم للعيد ولما انقضت الأيام رجعوا أما الصبي يسوع فبقي في أورشليم ويوسف وأمه لا يعلمان وكانا يظنان أنه مع الرفاق وبعد مسيرة يوم طلباه عند الأقرباء والمعارف فلم يجداه فرجعا إلى أورشليم وكانا يبحثان عنه ومن بعد 3 أيام وجداه في الهيكل جالسا بين العلماء يسمع منهم ويسألهم وكان كل الذين يسمعونه مبهوتين من ذكائه وأجوبته فلما أبصراه دهشا فقالت له أمه يا ابني لما صنعت بنا هكذا فها أنا وأبوك كنا نبحث عنك بغم شديد قال لهما لما كنتما تبحثان عني ألا تعلمان أنه ينبغي أن أكون فيما لأبي أما هما فلم يفهما الكلمة التي قالها لهما ونزل معهما وجاء إلى الناصرة وكان يطيعهما فأما أمه فكانت تحفظ كل هذا الكلام في قلبها أما يسوع فكان ينمو بالقامة والحكمة والنعمة عند الله والناس بارخ مور شين الخلخو
الأحباء، أنتم بتمثلوا القطيع الصغير اللي تكلم عنه الرب يسوع. بتجوا لها الكاتدرائية مع أنه موجودة بهالمكان اللي هو بيقدر يصلوا أغلب الناس. نحن للأسف بهالأيام وصلنا على أنه كأنه عم نتجنب العاصمة بيروت الشهيرة، واللي هي لازم تكون قلب لبناننا العزيز. ومع ذلك نحن نقبل الواقع الأليم ونضل مصرين نتشبث بأرضنا بوطننا بإيماننا المسيحي اللي هو منفتح على الكل وما هو ضد حدا، لكن بريد يجمع الكل بالسلام والمحبة. باسمكم أرحب بسيادة المطران بطرس مراياتي رئيس أساقفة حلب والمدبر البطريركي لكنيسة الأرمن الكاثوليك، أهلا وسهلا سيدنا. كذلك بأصحاب السيادة المحتفلين معي مار رابولا أنطوان بيلوني ومار شكر الله نبيل الحج اللي هن كتير قريبين من العذراء مريم، بريدوا بيشاركوا بكل احتفال بكرم لها الأم السماوية. بنرحب أيضا بأخينا عميد أساقفة كنيستنا السريانية مار أتناسيوس متي متوكا رئيس أساقفة بغداد سابقا. بنرحب بأحبائنا الخوري أولا بنذكر على أنه سيدنا المطران شارك، كنت راح أذكره بغير مكان، قدم لنا التأمل الحار والغني بالمعاني بهذه الإيقونة التي نكرمها اليوم وستكرم في لبنان. بنرحب بحضرة الأباتي رئيس الرهبنة الأفرامية الرجالية للسريان الكاثوليك يوحنا ياكو. نرحب بأبونا إدمون رزق الذي كما تعلمون هو نائب عام في الرهبانية المارونية المريمية وأيضا مرشد الأخويات. بنرحب بأخواتنا الراهبات المكرسات، أخوتنا الرهبان مكرسين. بنرحب بكل اللي عم بيخدموا من شمامسة صغار وكبار، بأعضاء الجو اللي سمعناها والتي ستنشد بالقداس. طبعا نحن بنضل مهما كان عددنا صغير، وتعلمنا بهالسنوات الأخيرة لا سيما إن كان هون بلبنان وإن كان بسوريا وبالعراق، إنه نحن بنتكل لا على العدد لكن على النوعية، بمعنى إنه نحن نتكل على الرب يسوع اللي وعدنا بيكون معنا دائما. نعم، إيقونة العائلة المقدسة للمشيئة الإلهية زورنا هون بلبنان، مثل ما راح تتابع زيارات الحج للبلدان الشقيقة، بلداننا المشرقية إن كان بسوريا، العراق، مصر والأردن. ومثل ما شرح سيدنا المطران شار اللي هو رئيس لجنة تكريم هذه الإيقونة، إنه هل إيقونة تكرمت أولاً ببازيليك البشارة في الناصر الجليل. كنا مثل ما بعض منكم بيعرفوا قدسنا تلك البازيليك، بازيليك البشارة، وأنشدنا تشمشت العذراء بالسريانية
لأنه يسوع ومريم ويوسف والتلاميذ ما حكيوا لا باللاتيني ولا باليوناني، حكيوا بالسرياني، وطبعا اللغة اللي كانوا بيحكوها هي اللي سمعوها ببازليك البشارة. نستقبل هالإيقونة بفرح، نتذكر ما قالوا بولس لأهل فيليبي: افرحوا، شو ما كانت آلامنا أوجعنا، نحن بنضل الشعب الدائما قلبه مليان بالفرح. ليه؟ لأنه بيعرف أنه الرب يسوع معه، بيعرف أنه ما بيتركنا، بيعرف على أنه حتى بأوقات الملمات، الضيقات، الألم، الوجع والجوع، نحن أحباء لدى الرب يسوع. نحن بنكرم هالإيقونة الجميلة لأنه بواسطة هالإيقونة سننال النعم اللي بنحتاج لها، أفراد، عائلات، صغار، كبار، أباء، أمهات، أجداد وستات. نحن بنآمن على أنه الرب يسوع اللي أحاطوا مريم ويوسف دائما هو معنا. نحن نعرف أنه بلدنا عم بيعاني كتير بهالسنوات من أعاصير مهددة لوجوده، وهالوجود هيدا كلنا بنعرف، سمعنا كتير أنه هو رسالة في المشرق. مع ذلك رح نضل دائما نتوجه للعائلة المقدسة حتى تحفظ هالبلد ويضل شعلة بمنطقته، بيضل مثال للعيش الواحد ما بين جميع المواطنين والمواطنات، شو ما كانت تختلف ديانتهم، عرقهم أو لغتهم. نحن بنعرف على أنه هالإيقونة تمثل أولاً الرب يسوع، وهو مش طفل لكن حدث. وسمعنا بالإنجيل المقدس أنه يسوع ما كان بس يكتفي بالكلام، ولكن كان بيعمل، حتى أنه خلف عن المجموعة اللي كانت راجعة من أورشليم إلى الجليل، وما بين العلماء، علماء الكتاب المقدس، كان بينهم بيكلمهم ويشرح لهم الكتاب المقدس، وهو حدث. نحن نتضرع لهال رب الإله أنه يرحمنا، يتمم فينا نعم فدائه اللي تممها، اللي كملها بتعليمه، بعجائبه، موته، قيامته. نطلب منه متضرعين أن يبقى معنا كما وعدنا حتى انقضاء الدهر. نكرم أمه مريم العذراء اللي نحن بكنائسنا الشرقية ما في صلاة، إن كانت صلاة الفرض أو بالقداس، إلا بنذكرها ونكرمها ونشيد بمدايحها، إنه لأنه هي اللي ربنا تأنس فيها بمشيئة الآب اللي جعلها مملوءة من النعم. ونحن اليوم نطلب شفاعته الأمومية، لأنه بتعرفوا لبنان أيضا مكرس لإله، لقلب الطاهر. لبنان بيكرمه بشكل خاص بمعبد سيدة لبنان وكل الأديرة الموجودة بلبنان، إن كانت مارونية، إن كانت أرمنية، إن كانت سريانية، إن كانت كاثوليكية ملكية، كلنا بنكرم أمنا مريم العذراء اللي هي قديرة بشفاعتها، لأنه حملت القدير في حشاها الطاهر. ونكرم أيضا، نلجأ إلى مار يوسف اللي بتعرفوا هالرجل اللي بيذكروا الإنجيل يقول كان رجلا بارا، والبرارة هون بتعني إنه كان بالحقيقة عايش بروح الله، أبدا ما كان
بتشكى من شيء، حتى انه لما اشع انه مريم حب له عم بيفكر وبيصلي، وربنا استجاب لصلاته وفهمه انه الحبل بمريم العذراء هو من الروح القدس. نحن لما بنطلع لهالايقونة مثل ما قال سيدنا شار نعجب ونبقى مذهولين بهالجو، جو الصمت اللي بيخيم عليها. بيكفينا ضجة كلام هون بلبنان، بيكفينا الشيء اللي عم بيقولوه هيدا وداك، كل واحد بيتبجح انه بيفهم القانون والدستور والصيغة والميثاق، الميثاق بلبنان، بينما ما في عمل جدي حتى نسعى لحل مشاكلنا. يسوع قال انه يعمل، يكمل إرادة بيه السماوي، معجزات وتحمل كل الاضطهادات، الآلام والموت حتى القيامة. ومريم العذراء كانت معه وتعمل بالخفية كالأم اللي مشبعة بروح الله، لأنه هالسر العظيم هو السر اللي حملته، وكانت دائما تتأمل بهالسر بصمت. هيدا اللي عم بيقوله الإنجيل المقدس. ويوسف كان بيعمل، ومعروف انه يسوع كان ابن النجار، ضل بالناصرة بيعمل بصمت الى ان بدأ حياته العلنية بالبشارة بالكرازة، وتمم سر فدائنا بموته قيامته. نتضرع للرب يسوع انه يشفع علينا بهالاوقات الصعبه اللي عم نمرق فيها. وانتم يا احبانا بتعرفوا اكثر منا نحن الاكليروس شو هي الالام والاوجاع اللي عم بتحملها اللبناني واللبنانيه بهالايام. نتضرع اليه يعزينا في احزاننا مصائبنا، خاصه يخلينا شعب الرجاء فوق كل رجاء، مثل ما نتضرع لأمنا مريم العذراء أن تستجيب إلى صلواتنا، تصغي إلى ابتهالاتنا، لأن هي الأم الحنون القادرة بشفاعتها، لأنه حملت الإله القدير بأحشاء. كما نطلب من يوسف حامي العائلة المقدسة اللي رافق يسوع سنوات واللي أنعم عليه أنه بغادر هالأرض الفانية بين يدي يسوع ومريم، نطلب منه يحمينا شو ما كانت الظلمة اللي حوالينا. نتأمل إذن هالإيقونة بصمت، ونطلب من الرب اللي هو بين، اللي هو أيضا مخلصنا، أنه حقيقة بيشفع على بلدنا اللي بيحتاج اليوم أكثر من أي يوم مضى لهالنعم من العائلة المقدسة اللي عم تطل علينا وتتابع حياتنا بهالزمن الصعب. نحن نعم عم نمرق بأخطر مراحل اللي شهدها لبنان الحديث. نحن بنعرف انه لازم ندافع عن العيلة المسيحية اللي هي الكنيسة البيتية. لازم نعرف بكل شجاعة نقول لأولادنا شبابنا وصبايانا انه العائلة حسب القانون الطبيعي، حسب ما جاء بالوحي الإلهي، حسب ما تعلمنا الكنيسة، هي العائلة المؤسسة على بي وأم، مش على اثنين من جنس واحد، لأنه العائلة تحتاج إلى محبة الزوج والزوجة، الأب والأم، حتى الأولاد
ينشوا ويكبروا أولاد لله، يكتملوا بإنسانيتهم بمسيحيتهم. ونحن بنعرف شو عم تجينا أفكار وآراء ودعايات من إعلام مسيس، هو أكثر شيء ليبرالي، من منظمات تسمي حالها منظمات مدنية لكن تدعي الدفاع عن الحريات، وحتى للأسف من حكومات وأيضا من مرجعيات دينية، إنه باسم الحرية نسمح لأي شخص إنه بأسس عائلة مثل ما بده ويتبنى أولاد مثل ما بده. نحن في لبنان أصبحنا أضحوكة في العالم أحبائي، وإما برحنا بيسألونا شو عم بيصير فيكم يا عمي، كنا نحن نأمل إنه لبنان بيضل سويسرا الشرق. صحيح، لكن للأسف ولازم نقولها بكل جرأة، إنه اللي كانوا مسؤولين بهالبلد ما كانوا على مستوى هالمسؤولية. بعد 4 أيام نتذكر الانفجار المريع لبل التفجير بمرفا بيروت، وبعد سنة وين هي مثل ما يقولوا الجوابات الأجوبة الصادقة عن الانفجار التفجير. ضبابية بتحيط بكل شيء وكل واحد بيتنصل من المسؤولية. نحن أيها الأحباء لازم يكون عندنا الجرأة، إن كنا بالمجتمع المدني إن كنا بالكنيسة، إنه نسأل المسؤولين المتسلطين على الحكم بلبنان كيف عم بيقوموا بواجباتهم المدنية. نسمعهم كلهم بيتشدقوا بيتبجحوا إنه بيعرفوا الدستور، بيعرفوا ميثاق لبنان، بيعرفوا الصيغة اللبنانية، لكن مين عم بيعمل على الأرض؟ لذلك لازم نحن يكون عندنا الجرأة نقول الحق مهما كلف الأمر، إنه لازم المسؤول المنتمي إلى طائفة، مش إنه بسموا حالهم مجتمع مدني، يا ريت بيكون مجتمع مدني، لكن وصل للمسؤولية لأنه منتمي إلى طائفة معينة، لازم بيعرف يستمع إلى رئيسه الكنسي وبيعرف يغير سلوكه ويعمل جهده حتى يحل المشاكل المستعصية بلبنان. يكفي ننعت الجميع الكل بالفساد كلهم ونتجاهل تسمية من أفقر البلد بفساده وتقصيره. حان الوقت أيها الأحباء أن نستغني عن الكلام، نتبادل التهم، حان الوقت للعمل الجاد. إلى العائلة المؤدسة نلجأ أيها الأحباء، مستمدين منها المعونة في هالأيام العصيبة. نطلب منا بكل تواضع ووداع وبكل ثقة تتشفع فينا، عائلاتنا، شبابنا، صبايانا بوطننا، حتى نعرف ننهض من هالانهيار المخيف اللي عم نتخبط فيه. مع بعضنا نرفع نشيد المجد والتسبيح إلى الثالوث الأقدس الإله الواحد، آب وابن وروح القدس، آمين. شبحتو ثوديتو هيدروبولوس ورمروم وطلبو تيل أمينويت وبخل زبان نشتويت ناسيق للمسيح إلهنا كلمة الآب وحكمته الذي وفى بوعده لتلاميذه إذ أرسل إليهم الروح القدس المعزي فكملهم وملأهم حكمة ونورا وأيدهم بقوته
فانطلقوا وأعلنوا الإيمان ونشروه في العالم كله. الصالح الذي له الإكرام والمجد هو شعب خلسبان والعلماء العلمين. آمين. بسم الله. أمام الرب الرحيم وأمام مذبحه الغافر وأمام هذه التقدمة الرهيبة والمقدسة يضع أبونا الطباوي البخور، فلنصلي كلنا طالبين الرحمة والرأفة من الرب. أيها الرب الرحيم ارحمنا وساعدنا. سبحانك أيها المسيح إلهنا فادينا ومخلصنا، يا من أنت الحياة في قلوب الذين يعترفون بك، يا من في يوم الأحد فرحت الخليقة كلها بقيامتك المجيدة من بين الأموات، وابهجت عروسك البشعة المقدسة بحلول روحك القدوس عليها في العلية وبانتشارها في العالم كله. نقرب لك فعل الشكر الذي يليق بك، لأنك منحتنا روحك القدوس الفرح المساوي لك ويأتيك في الجوهر موسع البهار والمواهب والعطايا، ذاك الذي تكلم بالأنبياء كلنا وحل على الرسل بشكل أزنة النارية، وهو يدعو الأفراح وذخيرة البركات وكنز المعونة. والآن ندعو إليك يا رب على عصر هذا الفخور أن ترسل إلى روحك المعزز فيطلب في قلوبنا نار حبك الإلهي ويملأنا بالشوق والاشتراك في وليمتك اللذيذة ويكملنا ويقدسنا. أعطنا أن نسلك في طريقك بهدي أنوار روحك المحيي، وأن نقصد مجدك في أفكارنا وأقوالنا وأفعالنا مدى أيام حياتنا، وهبنا أن نلقاك في مجيئك الثاني المجيد وأمواتنا المؤمنين الرافدين على الأنبياء، فنسبحك مع أبيك المبارك وروحك الحي القدوس الآن وإلى أبد الآبدين. بنبارك شلوم الخلخول والروح ديلو من العقاب الحسو يضحو بشبقون وضحتو العلم علمي. آمين. قديش أبو قديشو. آمين. قديش برو قديشو. آمين. قديش روحو حيو قديشو. آمين. فلنقف حسناً ونصلي قائلين نؤمن بإله واحد. Thank you.
صلوا معنا أحبائنا ليقبل الرب قرباننا. مدبحوا خيلت وغدم بمديلوس إن الكوش ما ينوح سوليك الغضي فريلكون دولين الغوم دباح قدشو أخاني مرلهون أشيغي ارحمنا الآن وكل أوان. أيها الثالوث الأقدس اغفر لنا ذنوبنا وخطايانا. أيها الثالوث الأقدس اقبل هذا القربان من أيدينا نحن الخطأ على المذبح الروحي الذي فوق السماء. تجاوز واعفو واصفح اللهم عن خطايانا وآثامنا ومعاصينا وعن خطايا وآثام ومعاصي جميع الذين يدعونك ويتضرعون إليك بإيمان صادق. اجعل يا رب ذكرا صالحا لآبائنا وإخوتنا ومعلمينا وجميع المؤمنين الذين يقربون هذه نقرب هذه الذبيحة على نية جميع المؤمنين والمؤمنات الحاضرين لتكريم الإيقونة. أيها الإله الرحيم القدوس يا من أعطانا مائدة مقدسة روحية بابنه الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح، اقبل بعين رضا تقدمة هذه الذبيحة غير الدموية وامنحنا يا رب موهبة روحك القدوس. أهلنا لندنو من قدس أقداسك بقلب طائر وضمير صالح، وأنعم علينا بذلك السلام الذي منحه ابنك الوحيد تلاميذه القديسين، حتى إذا ما تبادلنا السلام بقبلة مقدسة نؤدي الحمد لنعمتك القادرة على كل شيء ولابنك الوحيد روحك القدوس الصالح والمحي والمساوي لك في الجوهر وشواب خلزبان والعلم علمي. آمين. شلوم الخلخون والنوح ديلو. سلام المسيح معكم سيدنا. سلام المسيح معك سيدنا. باسم الحب الساكن في قلبك أخي أباركك، باسم الحب الساكن في قلبك أختي أباركك، أسجد أمامك وننحني يا مسكن الثالوث الأقدس، نسجد أمامك وننحني يا مسكن الثالوث الأقدس. سلاما أترك لكم سلامي أعطيكم، لا كما يعطيه العالم أعطيكم أنا. فليكن يا رب سلامك وأمانك وحبك ونعمتك وحنانك الإلهي معنا وبيننا جميع أيام حياتنا. برقور أبو ريش ديشوني. نرفع لك الحمد والشكر إلى أبد الآبدين. آمين.
نسجد أمامك يا ملك الملوك ورب الأرباب، ونطلب منك يا رب أن تبسط يمين حنوك على أبنائك هؤلاء المنحنين أمام عظمة جلالك الرهيب، وتبارك غنم رعيتك المفتدات بدب ابنك الوحيد الطاهر. احفظها واصفح عنها وقدسها، واجعل أن يتلالى على محير اسمك الحي فيعرف العدو أنها رعيتك المفتدات. فنرفع إليك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الصالح الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. لنقيم فطرنا يا وخذ مايو واشقيات تتسار شبطي درسويل وورع وطهر وقداس وحب وإيمان ولنتأمل بتقوى في هذه التقدمة الرهيبة التي يقرب أبونا الطباوي عنا لله الآب رب الكل ذبيحة حية. محبة رحمة الله ويرشكا محبة الله الآب ونعمة الابن الوحيد وشركة الروح القدس وحلوله معكم. آمين أمر حديله لتكن عقولنا وأفكارنا وقلوبنا فوقا خفا شوي وزودي أرمه إنه لواجب ولائق أن نسجد لك ونمجدك يا من حقا أنت والله الآب مع ابنك الوحيد وروحك القدوس. أنت أتيت بنا من العدم إلى الوجود، وبعد أن سقطنا عدت فأقمتنا ولم تيب عنا عند افتقادنا حتى صعدتنا إلى السماء ومنحتنا الملكوت الآتي. إننا نشكر لك وابنك الوحيد وابنك القدوس هذه كلها يا من يقف أمامه في صفوف الكروبيم الكثير الأعين والسرفي مسدس الأجنحة، وهم ينشدون نشيد الظفر بأفواه لا تسمط وبعبارات لا تهدأ مع سائر الجنود السماويين صارخين وهاتفين
وكلي القداسة أنت، ومجدك عظيم جدا. إنك هكذا أحببت العالم حتى بذلت ابنك الوحيد لأجله، لكي لا يهلك كل من يؤمن به بل تكون له الحياة الأبدية. أوت خد إيثو خلوم دبرونوثو دحلو في نجمار بليوها ودبي مشتم وحلو حايد علمو فرقونو نساب لحمو علي ذو قد شوثو قد بشوث اسمي وأودي وباريخ وقدش وقصو ويا بالتلميذة وش لي حكا دمار ساب أخو المني هونو إيثاو باورودين أو دحلو فيكون وحلو فسقية مثقسي ومثيب شفقون وضحطوه والحيد لو لم علمي آمين. أخوث وخوصو من بوثر دحشم كد مازق من حمرو من مايو أودي وباريخ وقدش خالط عميني يا بالتلميذة وش لي حكا دمار ساب اشتا ومني كل خون هونو ايثا وموديل ليتيق احداته او دحلو فيكون وحلو بسقية ميتشد وميتيب شفقون وضحطوه والحيد لولا ملمي آمين. اصنعوا هذا لذكري، كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. تخمورن متعهدينن بقيم تخمو دينن والميتي تخوي ترتين ساكنن رحمك نقول عالقولن إننا إذ نذكر يا رب وصيتك الخلاصية وكل تدبيرك لأجلنا، أي صلبك وموتك ودفنك وقيامتك في اليوم الثالث من بين الأموات وصعودك إلى السماء وجلوسك عن يمين عظمة الآب ومجيئك الثاني المجيد لتدين الأحياء والأموات وتجازي برأفة كل إنسان حسب أعماله. فبيعتك ورعيتك تناشدك لتبهجها معك في ملكوتك وتبتهل بك ومعك إلى أبيك قائلا رحم علي. ونحن أيضا يا رب إذ نقتبل نعمتك نشكرك عنها ومن أجل الكل. لوخم شبحينا لوخم برخينا لوخو صوتينا وعينان بنخبور يوم حسدو بوت راحة معنا الروح القدس.
القدوس ينحدر مرفرفا على هذه الإفخارستية ويقدسها. فانتصبوا بهدوء وخوف وصلوا. السلام معنا والأمن لجميعنا. عنين موريو استجبني يا رب، استجبني يا رب، أشفق يا صالح وارحمنا. يقرض مران يشوع مشيحه. آمين. والخصونة ودمود يلد مران يشوع مشيحه. آمين. لتكون هذه الأسار المقدسة لكل من يتناولها حياة وقيامة ومغفرة للخطايا وشفاء للنفس والجسد وإنارة للعقل وتبريرا أمام عرش مسيحك الرهيب. ولا يبدن أحد من شعبك يا رب، لكن أهلنا إذا ما عملنا وخدمنا أمامك بلا عناء أيام حياتنا كلها لنتنعم بأسارك السماوية الخالدة والمحية. من أجل رعاة الكنيسة الحبر الأعظم مار فرانسيس بابا روما، من أجل أبينا البطريرك مار أغناطيوس يوسف الثالث يونان، من أجل كل البطاركة في الشرق والأساقفة والكهنة والرهبان والراهبات والمكرسين والمكرسات، كي يكونوا أمناء للإنجيل ويعلنوه بشجاعة، من أجل أن تكون الكنيسة مكان تضامن وأخوة واستقبال منك يا رب نطلب. نطلب شفاعة العائلة المقدسة لعائلاتنا المسيحية في العالم بأسره، كي تعيش بأفعال ملموسة مجانية المحبة والقداسة في الحياة اليومية، منك يا رب نطلب. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. نصلي كي يكتشف في إيمان في مريم الشبان المدعوون إلى حياة بملئها أسلوب الإصغاء وعمق التمييز وشجاعة الإيمان وتكريس الذات للخدمة، منك يا رب نطلب. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا ليسون. نصلي من أجل أن تتطهر مدننا وضياعنا وشوارعنا وبيوتنا بدم يسوع الثمين المسفوك على الصليب، فتتحول كل طرقات لبنان إلى مسيرة قداسة في قلب العالم، منك يا رب نطلب. عائلة الناصرة المقدسة التي عشت عيشة صامتة وعانيت من فقر واضطهاد وتهجير، ساعد عائلاتنا لتقوم بأمانة مسؤولياتها اليومية وتتحمل بإيمان متاعب الحياة ومشقاتها، وتهتم بسخاء بحاجات الآخرين، منك يا رب نطلب. كيريا ليسون، كيريا ليسون، كيريا
وربنا يسوع المسيح ابنك الوحيد المبرر العظيم لجنسنا الذي نرجو أن ننال بالرحمة وصفع خطايانا وخطاياه. أنيح حسو أشبو قالوه شروط ديلان ديلهم تحت عين الكوم اكسبيونو ودلو سبيونو بيداتو ودلو إيداتو. ونذكر الآن خاصة والدة الله مريم العذراء القديسة الدائمة البتولية والرسل الإلهيين واليوسف والأنبياء القديسين والشهداء الظافرين وجميع القديسين الذين أرضوك لتحفظنا صلواتهم وتضرعاتهم من الشرير وننال الرحمة في العالمين. برخور أبو ريش ريشوني فنرفع لك الحمد إلى أبد الأبدين. أيك نوديتا وإيتا وانكاتا للدور دورين والخول هندور دول بودعتي دامي. لتكن مراحم الله العظيم ومخلصنا يسوع المسيح معكم إخوتنا وأخواتنا إلى الأبد. بترين فور حي
رب الإله. ونسأل منك الرحمن أشفق يا صالح وارحمنا. أيها الإله الحي والرب الكريم، إياك نستودع أنفسنا وبعضنا بعضا على رجاء الحياة الأبدية بالمسيح، ونبتهل متضرعين إليك يا رب لتشفق علينا وعلى شعبك المؤمن الماثل أمامك بغزارة حنانك. أهنا لندعوك أبا قدوسا بشهادة ضميرنا الخالصة، ونصلي منشدين أبون بشمايو. أبون بشمايو لتقادش شمو ديت ملكوتو لهوي سبيولو هيكانو بشمايو برعو هبلا لحمد سنكول يومولو وشبك لان حوبين وحتو هاي هيكانو دو في حنان شبكن الحيوبين لو تعلان اللي سيولو ليلو قاس من بيشو بيتول ديلو في بالكوتو حايلو تشبو أجل يا رب لا تدخلنا في التجربة، لكن نجنا من الشرير ومن كل من يحاكي، لأن لك الملك والقوة والتسبيحة ولابنك الوحيد وروحك القدوس الصالح الآن وكل آوان وإلى أبد الآبدين. آمين. شلوم الخلخون والروح للرب أمامك يا رب. يا ربنا وإلهنا بارك يا رب المنحنين أمامك بأنفسهم وأجسادهم، قدسهم احرسهم اجعلهم أطهارا بلا عيب ولا شائبة ليرضوك أيام حياتهم كلها. فنرفع نحن وهم إليك الحمد وإلى ابنك الوحيد وإلى روحك القدوس أشوق خلسبان والعلم علمين. آمين. تهوي طيبوثو رحمة تتليثو يوثو قادشتو لبريتو إثيويتو وامثوميتو شويات بوسية عام كل خون العلمين. دحلتو برتيت الحور حصمر يو رحم علينا عذرين قدش القديش ولد خيو مثيه بي شبحوا له لا
قديش وعمان غبل العلم بحنوني. آمين. حد برو قديش وعمان تفرقان بحاشي يا قيري دقنومي. حد روحو حيو قديش وعمان نثاو قمورو وامشى مليون ادخل ميدي دهو ودهوي. تبارك اسم الرب من الازل والى ابد الابدين. امين. ان فمك القدوس الطاهر يا رب وعد وقال: كل من ياكل جسدي ويشرب دمي ويؤمن بي يثبت في وانا فيه وانا اقيمه في اليوم الاخير. اهلنا الان لنتناولك قربانا الهيا فنستحق بك غفران الخطايا والصفح عن الاثام يا ربنا والهنا المجد الى الابد. امين. سنيتو تفغري ودميد امشيح وقالو ديلان متيهبو ليل حسويو تحوبي والشبقونو ضحتوي هيلاهو للكولوسي عنيد حلول رحمه
السنيت وتفغري وتمينك لتبوت يقنو زاهي والحايدة العلماء والمين أمين. أعطينا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك كل ما دون وجهك جمي وهم. أعطينا ربي أعطينا أن نراك. أعطينا ربي قبل كل عطاء أن نحط التفاتة في سناك كل ما دون وجهك الجم وهم. أعطينا ربي أعطينا أن نراك. المجد لك المجد لك ربنا وإلهنا. المجد لك يا ربنا يسوع المسيح. لا يكن جسدك المقدس الذي أكلناه ودمك المبرر الذي شربناه لنا للدينونة بل لحياة الأبد وخلاصنا جميعا فارحمنا. لك تجد وتجد المسكونة ولاسمك يشكر كل لسان لأنك باعثت الموتى والرجاء الصالح للمدفونين بعد أن تناولنا لنشكر ربنا. نشكرك يا ربنا وإلها شكرا وافرا ونقر بجميلك. نشكرك اللهم يا رب الأجناد المقدسة لأنك أهلتنا على التقاق منا للأسرار السماوية الخالدة أي جسد المسيح المحيي ودم الفادي فاشعرنا إذا أهلا لقبوليا حتى إذا ما قبلنا بقداسة وضمير طاهر الأيام كلها نتقوى لصنع ما يرضيك فنرفع لك الحمد والشكر وإلى ابنك الوحيد وروحك القدوس الآن وكل أوان وإلى أبد الآبدين. آمين. دم الخلخول والروح دينا نحني رؤوسنا للرب أمامك يا ربنا وإلهنا. اللهم يا من تنازل برأفته وتواضع من أجلنا بوفرة نعمته ولطفه ومنحنا شركة أسراره المقدسة احفظ واحتم عبيدك الساجدين لك بيمينك الظافرة فنحفظ بلا ضرر بقداسة هذه الأسرار التي أخذناها واجعلنا ألا نعود إلى دنس اللحم والدم فنتقوى بك برخمور أبو ريش ريشوني. أرفع عليك الحمد والشكر وإلى أبيك وإلى روحك القدوس أشوب خلزبان والعلم علمي. أيها المسيح فيتجدد
أحبانا بسلام الرب وفرحه، ونحن نستودعكم نعمة الثالوث الأقدس مع الزاد والبركات التي أخذتموها من مذبح الرب المورد. الأحياء والأموات، المخلصين بصليب الرب الغالب، والموسومين بوسم العماد المقدس، ليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم، وليصفع عن زلاتكم، ليشفي مرضاكم، وليرح نفوس موتاكم، وليا ربي أنا العبد الخاطئ ولتعني صلواتكم. أمضوا بسلام الرب بشفاعة العائلة المقدسة، وصلوا لأجلنا. كوريون قابيل قربانو نعدار بصلاوث. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خصيبة يقيلني، ومياه راحة يوردني، يرد نفسي ويهديني إلى سبل البر من أجل اسمه. الرب راعي فلا يعوزني شيء، في مراعي خصيبة يقيلني، ومياه راحة يوردني. إني ولو سلكت في كما معي،